الذهب بكام النهارده؟ زاد ولا نقص سعره؟ طب نشتري ولا نبيع؟ ولا نحتفظ باللي عندنا؟ أسئلة كتير هنجاوب عليها في فيديو كل يوم هنستعرض فيها أسعار الذهب في مصر. أسعار الذهب النهارده في مصر وصلت هبوطها بعد قرار الحكومة المصرية إعفاء واردات الذهب من الجمارك اللي عليها. الذهب تراجع خلال الأيام اللي فاتت للجرام عيار 21 اللي بيعتبر أكتر انتشار في مصر بحوالي 500 جنيه. تعالوا بينا ناخد جولة في أسعار الذهب النهارده في مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا حسين علي ودي قناتي بتاع الحكايات، هقدم لكم كل يوم ملخص لأسعار الذهب وأسعار الدولار وأسعار الخدمات اللي موجودة في مصر. البداية معانا عند جرام الذهب عيار 24 اللي سجل النهاردة 2686 جنيه للشراء و2743 جنيه للبيع. وطبعا الأسعار دي هنضيفها عليها أسعار الدمغة والضريبة والمصنعية اللي بتختلف من مكان لمكان. نيجي لجرام الذهب عيار 21 واللي بيعتبر أكتر انتشار في الأسواق المصرية وخاصة محافظات الصعيد، فسجل النهاردة 2350 جنيه للشراء وحوالي 2400 جنيه للبيع. وبالنسبة لجرام الذهب عيار 18 واللي بيعتبر الأكتر انتشار في محافظات الوجه البحري عندنا في مصر، فسجل 2014 جنيه للشراء وحوالي 2057 جنيه للبيع. بالنسبة لجرام الذهب عيار 14 فسجل النهاردة حوالي 1567 جنيه للشراء وحوالي 1600 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الذهب بالدولار فسجلت أوقية الذهب النهاردة حوالي 2012 دولار، يعني ما يقابل بالمصري 61648 جنيه. وبالنسبة لسعر جنيه الذهب عيار 21 فسجل النهاردة في مصر حوالي 20890 جنيه. بالنسبة لسعر سبيكة الذهب عيار 24 في مصر فسجل سعرها النهاردة 59425 جنيه. ده كان ملخص أسعار الذهب في الأسواق المصرية بختام تعاملات اليوم. لو عجبك الفيديو شيره علشان يوصل لغيرك، وتابع معايا كل يوم هنزل لك أسعار الذهب وأسعار الدولار وأسعار الخدمات اللي انت بتحتاجها كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.